للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الأستاذة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. بعد تحية طبعا، كما نتابع هناك تأييد شعبي ورسمي وذلك لمختلف النقاط التي وردت في تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية وأي قرارات بشأن الحفاظ على الأمن القومي المصري، قراءتك لذلك؟ يعني قراءتنا لذلك ان الامن المصري خط احمر لا يمكن الاقتراب منه ولا يملى على الجيش المصري ماذا يفعل تجاه القضيه الفلسطينيه او القياده السياسيه ماذا يفعل تجاه القضيه الفلسطينيه. نحن في معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل ولن نحارب اسرائيل الا اذا تخطت حدودها ودخلت على بوابتنا الشرقيه. هذا هو الوقت الوحيد اللي احنا نقدر ان احنا نحارب فيه فلسطين، لكن احنا الناس تبتدي تقول احنا نازلين نحارب ويلا حاربوا، لا ده كلام يعني غير منطقي تماما، واحنا ضد هذا الكلام ونؤيد يعني تصريحات السيد الرئيس النهارده في المؤتمر الصحفي، وده اللي احنا قلناه ان يعني السيد الرئيس قال كل ما يجيش داخل المواطن المصري وكل ما نتمناه ان احنا نقوله. نعم. السيد الرئيس كان محدد تماما، اذا كنتوا عايزين تهجير للفلسطينيين يهجر الفلسطينيين الى صحراء النقب لانها ارض فلسطينيه وليست ارض مصريه زي ما هم عايزين ان هم يهجروهم لسيناء. سيناء ارض مصريه ولن نفرط فيها ولن يكون هناك تهجير للفلسطينيين، لان تهجير الفلسطينيين ده معناه انتصار للقضيه الفلسطينيه. صحيح. تماما، ولكن نحن مع المساعدات الانسانيه لفلسطين او لاهالينا في غزه، نحن معها بكل قوة، نحن مع فتح معبر رفح، نحن مع الدبلوماسية السياسية وليس الحرب. الحرب هتكبلنا بلاوي كثيرة جدا، نحن في غنى ان احنا نقع في هذه المؤامرات الدنيئة التي تحاك لمصر حتى تحقق صفقة القرن. اعتقد ان كل ما يحدث هذا لتحقيق هذه الصفقة احنا واعيين جدا، رئيسنا واعي جدا لما يخطط لمصر، احنا واقفين وراه ونؤيده ونفوضه ومستعدين ننزل ان شاء الله باذن الله، وهننزل ان شاء الله باذن الله تأييدا وتفويضا له، لان احنا عندنا رئيس قوي يقدر يحمي الامن القومي المصري، وعندنا مؤسسه عسكريه تقدر تحمي الامن القومي المصري وتحمي المصريين. سينا جت لنا بالدم، مات فيها شبابنا، مات فيها اولادنا، مات فيها عدد كبير جدا من 48 لحد وقتنا هذا. احنا الشعب الوحيد اللي دفع ثمن الحرب من 1948 حتى اليوم لاجل القضيه الفلسطينيه، فما فيش حد يزايد على وطنيتنا ولا على وقفتنا مع القضيه الفلسطينيه طيله هذا اليوم. نعم، تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أستاذة جيهان اليوم وكما تابعناه هي تصريحات قوية، وذلك أثناء طبعا لقائه بالمستشار الألماني أولف شولز. كيف قرأت هذا الموقف المصري القوي الواضح الرافض تماما للاعتداء الإسرائيلي؟ الرئيس كان قوي جدا النهاردة جدا، وكان حاسم جدا في كلماته، وكان عارف هو بيقول الكلمات دي وموجهة لفين، وعارف كويس قوي. بصي احنا شفناه النهاردة الرئيس في موقف فريد، انا بشوف النهاردة الموقف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف فريد، لا مفيش حرب، لا مفيش تهجير للفلسطينيين، لا سيناء ارض مصرية لن يخصها الا المصريين. فاحنا نعم. مش هندخل في هذه المهاترات اللي الشعوب الاخرى بتتكلم فيها وهم مش هيتضرروا زينا، يعني كل واحد قاعد ورا الكيبورد بتاعه عمال ينظر على مصر انها فين، مصر ما بتحاربش ليه؟ طب حضرتك ما تروح تحارب مع جيش بلدك، حضرتك ما تروح انت نفسك تحارب هناك وتقاوم مع المقاومه اللي موجوده هناك، لكن يعني قاعد تنظر علينا ليه؟ عقيد جد الموضوع اصبح مستفز جدا جدا من هذه الشعوب ومن مواطنيها ومن الخرسان اللي قاعدين على السوشيال ميديا وعمالين طول الوقت يهاجموا مصر ويهاجموا الرئيس السيسي. لا احنا مهما عملتوا احنا ورا ظهر الرئيس وورا القياده السياسيه، ومفيش حد هيقدر يبني علينا ولا على بيتنا يعمل ايه في ظل هذه القضيه اللي احنا الوحيدين اللي احنا مهتمين بيها والوحيدين دايما بندافع عن هذه القضيه من 48 حتى وقتنا. كما نتابع الآن على الهواء مباشرة هذه المظاهرة التي انطلقت في اليونان تأييدا للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل الاعتداءات الإسرائيلية السافرة وبعد التصعيد الإسرائيلي السافر ضد
الشعب الفلسطيني. مرة أخرى أعود إليك دكتورة جيهان، التأكيد على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن هذا معناه بشكل واضح جر مصر لحرب ضد إسرائيل. قراءتك لهذا التصريح الذي صدر من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؟ أيوة طبعا، احنا كلنا مش ممكن نقبل بتهجير المواطنين من فلسطين الى سيناء، لانه ده هتنتهي القضيه الفلسطينيه بهذه الصوره. النهارده انت عايز تهجر الفلسطينيين من بلدهم، يبقى انت النهارده بتقول ان ده الدوله بلا شعب، فاذا انتهت هذه الدوله ولم تعد هناك دوله فلسطينيه. فانت لو عايز تهجر المواطنين هجرهم الى صحراء النقب، ولكن لا تهجرهم الى دوله اخرى زي الاردن او الى الضفه الغربيه ولا الى سيناء. ده امر مرفوض تماما، وده معناه ان انت بتنهي القضيه الفلسطينيه وبتعود بيها الى ما قبل ذلك في 1948. لا، هذا مرفوض تماما. احنا عندنا معاهدات واتفاقيات يجب ان يلتزم بها الجميع، ويجب ان يكون الحل الدبلوماسي هو ايقاف هذه الحرب فورا، ايقاف الاباده الجماعيه للاطفال والنساء والشيوخ. يعني طبعا انا طبعا يعني متصاره جدا من الاحداث اللي بتحصل، وبعتذر ان انا فعلا يعني لهذه الاثاره اللي انا فيها، بس فعلا بجد اللي بيحصل تجاه مصر مؤامره كبرى للزج بينا في حرب ليس لنا يد فيها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، ونحن معكم مشاهدين لحظة بلحظة على شاشة التلفزيون المصري لتغطية الأوضاع في قطاع غزة، وكما نتابع وكما تعبر الصورة عن الظلام الدامس الذي يجتاح قطاع غزة، وذلك بعد قطع الكهرباء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع وكل سبل الحياة، كما نتابع مؤخرا في ظل هذه الاعتداءات السافرة والمتواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.